مشاهدنا الكرام حياكم الله واسعد الله اوقاتكم كل خير، وعساكم دائما بخير وصحة وسلامة، وتقبل الله طاعتكم صيامكم وقيامكم، ونسأل الله العلي العظيم رب العرش العظيم أن يحتسب لكم الأجر في هذه الأيام الفضيلة. أحييكم من شاشة تلفزيون راي وأقول لكم حياكم الله في كل من يتابع، نقول له أهلا وسهلا فيك في هذا البرنامج اللي هو برنامجك الكارت مع بركات. أبدا الكل يعلم ولا يخفى على أحد فيكم أن الشباب، ويا ما سمعنا، أن عماد هذا الوطن وعماد أي مجتمع وأي وطن. في الكويت، وهذا من فضل ربي، 72% من سكان الكويت وهم نسبة الشباب 72%، واللي لاحظ أن ما شاء الله تبارك الله طاقاتنا الشبابية متواجدة الآن في الأعمال الخيرية والأعمال التطوعية والأعمال الإبداعية، وكل هذا يحتضنه وزارة الشباب. وبالمرة بما أن احنا نتكلم عن الشباب، أكيد من خلال إعلاناتنا عرفتوا أن ضيفتنا لهذه الحلقة من جيل الشباب، ومن دعم الشباب، ومن تبنى طاقات شبابية وأطلق مبادرات شبابية. هي من الأساس كانت صاحبة مبادرات أطلقت في مشاريعها، في مشوارها الشبابي، العديد من المشاريع إلى فضاء الإنتاج الإعلامي، بالإضافة إلى طبعا الفضاء العالمي وليس الفضاء الكويتي أو العربي. خلوني وإياكم أرحب بضيفتنا العزيزة وكيل وزارة الشباب الشيخة زين الصباح، وأقول لها أهلا وسهلا فيك في الكارت مع بركات، وأتمنى أن هالكروت هذه اليوم تخلينا ندردش مع بعض بشكل أكبر عنها هي شخصيا، وعن تجاربها، وعن وزارة الشباب أيضا. أحييك وأقول لك أهلا وسهلا فيك، وأنا اللي لي طريق لك، حياك الله يا أم فيصل. الله يا هلا وسهلا. بسم الله، حياك الله يا ام فيصل، يا اهلا وسهلا فيك شيخ زين الصباح وكيل وزارة الشباب، اهلا وسهلا فيك، وادري فيك بردانة موت انت قاعدة مبين فيك بردانة، راح فيك في هذا البرنامج اللي اتمنى انه يكون برنامج رمضاني دردشة وحوار وغيره ان شاء الله، مع ضيوف الكرت اللي راح يكونون معنا ان شاء الله، ومع ايضا اسئلة الناس عن طريق السوشيال ميديا. فاهلا وسهلا من جديد، جزاك الله خير وشكرا على الاستضافة. حياك الله. لا هذا ما نبي كذي، نبي اختصار الكلام ما ينفع الحين. كسروا على المكيف شوي واخذ وعدي معك. الساعة المباركة، والله ما لومك صراحة. عموما احنا نرحب فيك طبعا، واللي ابي اذكره للسادة المشاهدين، انت هي قليلة جدا في اللقاءات التلفزيونية، هذا ثاني لقاء او ثالث؟ يمكن ثاني. ثاني؟ صحيح. ليش مقلة باللقاءات؟ أخوي بركات، إحنا بنعطي المساحة للشباب يتحدثون أكثر من المسؤولين اللي مفروض يعملون. هذا كونك وكيلة وزارة الشباب. صحيح. طبعا قبل عملي كوكيل الوزارة كنت أعمل بالميدان الشبابي الإعلامي، وكان دوري مختلف تماما من دوري الآن. نعم. الآن أشوف دوري أكثر لازم يتم من وراء الكواليس أكثر مما أكون أمام الإعلام. ربما البعض يخالفني هذا الرأي، لكن هذه كانت وجهة نظري الشخصية. هل هي استراتيجية معينة تتبعها شيخ زين الحين للظهور، سواء كان كوكيل وزارة الشباب أو حتى قبل وكيل وزارة الشباب؟ أنت عندك العديد من الأعمال اللي أنت قدمتيها، خصوصا على فكرة يمكن ضين نعطي معلومة للسادة المشاهدين، شيخ زين من المنتجين للأفلام الوثائقية في يوم الأيام، وكان أيضا أحد الأفلام هو مشروع تخرج بالنسبة لك، عدل، كان عن المقاومة الكويتية. صحيح. والطريق إلى مكة أيضا كان من أصعب الإنتاجات اللي أنت أنتجتي. كم عمل أنتجتي من هالنوع؟ أو اشتغلتي في صناعة الأفلام؟ العديد، لله الحمد، يعني تشرفت بالعمل بالعديد من المنتجات الإعلامية من خلال ممارستي لهذا المجال. أنا حبيت المجال كثير لأن فعلا شفت أنه، خصوصا يمكن أنا صغيرة بالعمر، لكن أثر علي الغزو العراقي الغاشم بطريقة لا توصف، مثل ما أثر علينا، أثر على الكثير منا. فشفت أنه خصوصا وقت الغزو قصتنا كانت مفقودة، وأنا مؤمنة جدا أن أكثر طريق بين مجتمعين مهما كانت اختلافاتهم السياسية، الفكرية، الدينية، هي من خلال القصة. جميل. القصة بمضامينها الإنسانية. وأثناء الغزو كانت قصتنا مفقودة بالكامل. وكنت أشاهد القنوات الأخبارية الأجنبية تبث قصتنا، وأساساً هم ما يعرفوننا.
ما يفهمون أساسا أي شيء عن الكويت سوى ربما قيمتنا الجغرافية والاقتصادية. قصتنا الإنسانية كانت مفقودة بالكامل، ولا كيان ولا وجود لنا بالساحة الإعلامية الدولية. فشفت أن لمتى يعني كان شعور الغضب واليأس والخوف والضعف يحركني بطريقة غير عادية، لأن كنت أشوف أن قصتنا فعلا لا وجود لها، قصتنا الإنسانية. كنا إحنا قاعد نحارب على يبهتين، اليبهة السياسية واليبهة العسكرية، لكن اليبهة الإعلامية الإنسانية كانت مفقودة في وقتها. هذا على أيام الغزو، كنت وقتها في أمريكا صح؟ كنت بإنجلترا، وكان والدي رحمة الله عليه والدتي بالكويت أثناء الغزو، ما طلعوا من الكويت، لكن إحنا كنا من اللاجئين الموجودين بإنجلترا وقتها. فمن الشباب أو عفوا من الأسر اللي كنا موجودين بإنجلترا، وما كان ما كنا ندري أساساً شنو اللي قاعد يصير طبعاً مثل غيرنا بالكويت إلا من خلال هذه القنوات. فكنا ندري إن في قصص قاعد تطلع نسمعها من اللي يطلع من الكويت، لكن ندري إن طلعت لك صورة في إحدى المظاهرات صحيح في إنجلترا صح؟ صحيح صحيح. المشكلة الأساسية كانت إن الإعلام الأجنبي كان يملك القصة، وبالتالي كان يملك الرأي العام، وبالتالي كان يملك القرارات السياسية اللي راح تحرك مصيرنا ككويتيين ومستقبلنا ككويتيين. لكن اختلف هذا كله بيوم وليلة لما شنو صار؟ اتصلت الشهيدة أسرار القباندي على الإعلامية العالمية باربرا والترز. اللي سوتها الله يرحمها أسرار غير عادي، اللي سوتها عملت هزة بالأجهزة الدبلوماسية والإعلامية. اخترقت الحصار الإعلامي العراقي على الكويت. نعم. ووصلت صورة الكويت أعضاء المقاومة المدنية أثناء الغزو. أكيد أنت مطلع على الموضوع بشكل صحيح مفصل. صحيح، القصة الكاملة كانت عندنا، لكن القصة أخيرا تبلورت. قصة الكويتيين والمأساة اللي حصلت داخل الكويت أو كانت تحصل أثناء الاحتلال غاشم، وصلت إلى شعوب العالم بصوت أسرار الله يرحمها. الله يرحمها. فبهذه اللحظة خذيت قرار على نفسي أني مستحيل راح أخلي شعور اليأس يهزمني، وكنت لازم أشارك بإعداد هذه القصة من أرجها. ومشاركتها بأرجها كان يتطلب مني أني أكتسب المهارات اللازمة عشان أدش بالميدان. يعني صقلت الشخصية بشكل كامل من خلال هذا الموقف، والتوجه وين أروح وشلون أتعلم وعلى أي أساس بسوي، ونرسم الحلم لجدام. ممتاز فيصل، خلينا نطلع على هالفاصل، وبعد الفاصل بنرجع نتكلم في كل هالتفاصيل وغيرها من الأسئلة الأخرى إذا تسمحين لنا. خلونا نروح إلى تفاصيل، ما ودنا أن يكون نبلش بشكل محزن من البداية، لكن صياغ الحديث راح إلى هذا الدايركشن أو هذا الاتجاه. خلنا نروح فاصل وننتقل أنا وياك بعدين هناك ونبلش معكم. طبعا نرجع مرة ثانية مع طبعا الشيخ زين الصباح وكيل وزارة الشباب، وهي أيضا من ضمن الشباب. ونرجع كنا نتكلم قبل شوي قبل الفاصل عن الشغف اللي صار في شخصيتك، وشنو صنع هذا الشغف في عالم الإعلام وصناعة الأفلام. تذكرتي قبل شوي قصة رحمة الله عليها الشهيدة أسرار القبندي، وعسى الله يرحم شهدائنا كلهم وكل أموات المسلمين في مثل هذه الأيام الفضيلة. فيصل، شنو كان ثمن هذا الشغف اللي صار في شخصيتك واللي انطلقتي تبحثين عنه؟ أنا مؤمنة تماماً أخي بركات بأن في حكمة لكل شيء. فاليوم دخولي إلى الميدان الإعلامي بدايته كانت فعلاً أثناء الغزو، لأني كنت مجاب لها القنوات الأجنبية. نعم. وشعور اليأس والضعف والخوف، وفعلاً الشعور أني أنا ما كنت أملك القصة بإيدي، كنت أشوف القنوات الأخبارية تداول قصة الكويت، والمعلومات كانت ربما خاطئة، معظمها كانت سلبية نمطية، وما كنت عندي أي كنترول عليها. اشتغلتي في 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 مجال الإعلام فيصل؟ نعم. وين اشتغلتي؟ بديت عملي طبعا عقب ما خذيت الباتشلرز بكالوريوس من جامعة بوسطن تخصص الإعلام. نعم.
وعقبها طبعا اشتغلت في قناة ABC نيوز بنيويورك لمدة تقريبا 3 سنوات مع المذيع العالمي مستر بيتر جينينغز. وعقبها عملت كذلك كمنتجة لنفس القناة بالأمم المتحدة وكنت مراسلة لهم بالأمم المتحدة للمحطة نفسها لمحطة ABC نيوز نعم بنيويورك. عقب ما خلصنا من هذه المرحلة بحياتي مهم أني كنت أرجع للكويت. هل كانوا يعلمون وقتها أنك أنت بنت الصباح لما كنت تشتغل هناك؟ هذه قصة كانت شوية مضحكة لأن بالسي في مالي كنت تعمدت أني أقدم اسمي كزين صباح بدون الصباح. نعم. لأن ما كان ودي أني يشوفون اسمي بالكامل. كان يعني الموضوع كان ودي أن يأخذوني بناء على المهارات والمهارات اللي اكتسبتها يعني اثناء دراستي وليس نعم. على بناء على اسمي. نعم. عاد تصدقيني وقتها يعني اللي بعمرك وقتها يقول لا ما ودي بالشقه ممكن يكون ممكن يقول لا ودي بودي يعرفون منه عشان يسهلون علي على الاقل نوعا ما بعض المجهودات لان اللي اشتغل هناك وانت تعرفين ما في مرحميني ما في يعني اما تثبت نفسك خصوصا في امريكا اما تثبت نفسك هي الفرصه واحده لن تتكرر ولا انا غلطان؟ اكيد بلا شك اخوي بركات لكن يعني اظنتي لو أنا أبي هالشيء كان رجعت الكويت من زمان بس أنا قررت أني أظل بأمريكا بعد دراستي لأن كنت أبي فعلا يعني أجرب مجال الإعلام من عرجة وأدش مصنع إعداد القصة اللي هو النيوز روم وأجرب التجربة من عرجها وما حد يدري أنا يعني أساسا من أسرتي وممكن يعني هذا الشيء يأثر علي سلبا أنا ما كان ودي أني يعني أستخدم هذا الشيء لكن أيضا كان عندي سبب آخر لما قلت لك أن أنا أبي أعدل القصة من عرجها. نعم. الحلم هذا كان مستمر معك؟ أكيد هو دافع الأساسي. ABC نيوز هو القناة اللي من خلالها تم الاتصال أسرار الله يرحمها اتصلت بقناة ABC نيوز لما دقت من الكويت كلمت بابرا والترز. بابرا والترز تشتغل وين؟ بABC نيوز. حلو. فكان ودي أشوف المكان اللي أسرار الباربرا والترز كانت تشتغل فيه حينما كلمتها الله يرحمها أسرار. نعم. كان مهم بالنسبة لي أني أخوض التجربة وأشوف البيئة المحيطة اللي من خلالها أجان تعد القصة لأن باكر ممكن لا سمح الله الكويت المجتمع الكويتي يحتاج نعم. إعادة بلورة القصة لصالح دولة الكويت أكون متواجدة أنا في هذا المكان بوقتها وما يكون اسمي هو اللي حركني. طيب اللقاء اللي عملتيه مع المذيعة العالمية أو الشخصية الإعلامية العالمية أوبرا وينفري وقتها هذا أتى بعد ثمار مجموعة أعمال أنت عملتيها ولا أنا غلطان؟ صحيح هذا بعدها بفترة يعني فترة ايه؟ بعد نتاج المجموعة صح. الأعمال اللي أنت صح. عملتيها كان الحوار يتكلم عن جهد جميل أنت عملتي وجهد أيضا النساء الكويتيات في الكويت كطاقات ولا أنا غلطان بعد؟ الناس وايد ما تدري شنو قصة أوبرا يعني خلينا نكون صريح وياك اليوم لما تقول والله يا جماعة الخير خلنا نستفز شوية يا فيصل ما يخالف مو استفزاز لا بالعكس مو استفزاز توكل على الله لكن الناس تقول لك يعني زي الصباح هي مقابله واحده مع أوبرا وينفري ماكو شيء غير هالشيء احنا صح. ما شفناها مع ما سمعتي هالكلام ما لومهم لكن لا بس انت سمعتي هالكلام سمعت هالكلام ايه؟ نعم انا طبعا يعني قبل لا انا اتمنى ان الـ يعني من يتهم زين الصباح بأي أمر يبحث قبل الله إنه يعني يتهم وهذه مساحة نوضح فيها طبعا يعني بس لكن ما يخالف اليوم إحنا متواجدين لإيضاح بعض الأمور صح. ومهم جدا إن نوضح صورة مقابلتنا سواء مع أوبرا أو غيرها من شخصيات وأنا أفتخر إني قدرت أقدم صورة الكويت خارج المحيط الإعلام العربي. الأمانة كانت المقابلات الممتازة يعني كان فيها الحمد رسالة لله الحمد وصارت. لله علما بأن أنا لدي العديد من الملاحظات على المقابلة لكن خلنا نتكلم عن الإطار اللي تم من خلالها المقابلة اللي تم من خلال المقابلة هو أن كان عندنا فيلم كنا قاعد ننتجه نرجع مرة ثانية إلى الصلة مع ABC نعم. لأن إذا نذكر أن هاربو اللي هي شركة أوبرا
مملوكة بالكامل من قبل ABC. حلو. هي الشركة اللي أنا كنت أشتغل فيها. نعم. أثناء عملي بنيويورك. نعم. فهذه الصلة ما بين شركة هاربو وABC نيوز. لما دروا ABC أني أنا بالكويت كنت قاعدة أصور فيلم عن أثار الحقول النفطية والآبار على البيئة المحيطة الصحية بالكويت، قالوا إحنا وايد يعني مهتمين بهذا الموضوع، ممكن أني نشوف شنو اللي قاعد تسوينه. فقلت لهم لحظة شوي، لأن أنا إلى الآن بمراحل التجهيز. حلو. أخوي بركات، اللي الناس ما تعلمه أن إحنا عندنا مشكلة كبيرة بالكويت بيئية، وهذا الشغل يعني من كم سنة، يعني مو أمس، يعني مو اليوم وأمس. نعم. شنو هي المشكلة مفيصل؟ بعد الحرائق النفطية اللي تمت. نعم. بعد الاحتلال مباشرة وجدت بحيرات نفطية خصوصا بالمناطق الخارجية اللي بالكويت. نعم. ولم تعالج. وهذه أثرت على المحيط عامة. نعم. وأثرت على صحة العديد من، للأسف الشديد، يعني آنذاك. لكن إلى يومك قاعد نشوف أثرها. وقتها من الأمور اللي إحنا عانيها وأنا عانيتها بصفة شخصية، ولدي فيصل لما حملت فيصل تم إبلاغنا إن ترى فيصل في مشكلة بالقلب. نعم. من دكتورته بالكويت. إنه في إعاقة بالقلب، وإعاقة يعني يحتاج مداخلة جراحية على طول، تدخل جراحي، والعديد من المداخلات الجراحية. فلما يعني طلعنا ورحنا كذا مكان بالعالم. نعم. على أساس إنه كانت كذا عملية. نعم. كنا نسأل كل الدكاترة، نقول لهم ليش صار هذا الشيء. طبعا رب العالمين هذا اللي قال الكاتب، لكن ما في شك كل دكتور كان يقول لنا ان هذا الموضوع مو بس نادر جدا، الموضوع اللي فيصل يعاني منه نادر، ولكن المشكله ان بالكويت وخصوصا ان الكويت بلد صغيره. نعم. لكن القضايا اللي قاعد نشوفها بس بالاطفال داخل الكويت عاليه جدا مقارنه بحجم الكويت، نسبتها عاليه جدا. فلما بحثنا أكثر بالموضوع شفنا أن فعلاً هذه الأمور قاعد نشوفها للأسف الشديد، خصوصاً سواء مشاكل بالقلب والله يكفيكم الشر موضوع السرطان. نعم. وخصوصاً بين عيالنا. كله بسبب التلوث البيئي؟ مو كله، بس المؤشرات تثبت أنه، وفي أرقام إحصائيات تثبت ذلك. جميل. إنها فكنا قاعد نصور فيلم عن موضوع عن هذا الموضوع تحديداً. حلو. فلما جو الكويت جو على هذا الموضوع، إن راح نصور، قاعد نصور فيلم، وهم كانوا جايين على أساس يشوفون تصوير هذا الفيلم. لكن للأسف الشديد أنا بالنسبة لي أشوفه. نعم. لما جو بهرتهم الكويت. بهرتهم الكويت لأن كانت الكويت بالنسبة لهم طالعة من حرب. شلون طلعت من حرب وقدرت تتعافى بالضبط مقارنة بجارها العراق. نعم. فغيروا القصة وكلمتني أوبرا وقالت لي زين، اللي قاعد نشوفه الآن القصة راح تتغير 180 درجة. نعم. Can you do it؟ قلت لها شنو البديل؟ شنو تقولي البديل؟ إنه راح نروح مكان ثاني نصور بعدسة ثانية بزاوية ثانية. حلو. يمكن هذه الزاوية ما تعطيك الصورة اللي ترضيك. أنصحك إن تمشين معانا، وعلى الأقل حاولي تدخلي المعلومات اللي أنتي تبين تدخلينها. يعني أنتي صرتي من ضمن التيم اللي معاها والتصوير وكذي والكاستوري كقصة؟ حاولت. لكن حضرتك منتج كذلك أخوي بركات، وأنت تدري إن الفاينل كات اللي عنده الفاينل كات هو اللي عنده الباور. إذا ما تملك الفاينل كات أنت ما تملك الباور. أنا ما كنت أملك الفاينل كات على القصة. صحيح أن طلعت القصة من أهم القصص اللي أنتجت داخل. نعم. الشرق الأوسط بالنسبة لفريق أوبرا. حلو. ولكن كنا ودنا نسلط الضوء على القضية البيئية وقت التصوير. هذه حكاية فيلم أوبرا أو مقابلة أوبرا. زين، ليش الناس تتكلم عنها بشكل كبير؟ ليش دائما تخليها وجه مقارنة أو نقطة انطلاقة لحديثها؟
والله ما ادري. طيب خلينا نروح الى اسئله الناس عن طريق السوشيال ميديا. طبعا احنا اعلنا ان انت راح تكونين ضيفتنا ووصلتنا العديد من التغريدات، تغريده للاعلامي محمد جوهر حياه. طبعا لا يمكن ان نستعجل بتقديم كفاءات وكيله وزاره الشباب زي الصباح لانها لم تستلم صلاحياتها بعد، ولكن الى متى الاسماء تفوق الخبرات؟ ايش رايك بهالكلام؟ سمعنا اظن من قبل. يعني ما ادري الخبرات شنو قصدهم بالخبرات، لدي خبره اكثر من 20 عام في مجال رياده الاعمال والاعلام وتنميه الشباب. لله الحمد اسست شركه مع زملائي وكنت ارأس مجلس ادارتها، وكنت كذلك رئيس التنفيذي لها. هذه الشركه مساهمه مقفله، كانت تعتبر من اهم الشركات على مستوى الشرق الاوسط، انتجت العديد من المشاريع الانتاجيه والمختصه بالصناعات الابداعيه، كما ان هذه الشركه قامت بعمل حاضنه للشباب لما كانت كلمه حاضنه مو موجوده بالسوق اصلا. بالتوازي كانت تسلط الضوء على المشاريع الشبابيه وتروجها بالسوق العالمي. هذا كله خلال عملي بالميدان وبالقطاع الخاص. تقريبا عملت 17 سنه بالقطاع الخاص قبل لا انضم الى القطاع الحكومي. غير عملي طبعا، هذا غير عملي بالولايات المتحده طبعا. فيعني ما ادري شنو الخبره اللي ممكن اكتسبها. وهي وزاره مره ديناميه يعني، ما لكن يمكن كان الامل اكبر. فيصل شيخ الزين، يعني كان الامل اكبر معقود على وزاره الشباب، خصوصا انها اتت بعد يعني حراك، بعد يعني بعد ما طلع صوت الشباب بشكل اكثر، يمكن كان المامول لها اكثر من هذا. بتاخذ حاصلها، بتاخذ وقتها، بدليل انه يعني عبد العزيز الملا يسال يقول طبعا نبي نعرف هالوزاره شنو دورها بالضبط، لأن جميع الأمور الرياضية لا زالت تحت الشؤون والهيئة اللي هي هيئة شباب. يعني الناس تخلط. أول شيء أشكر الأخوان على الأسئلة، لأن هذه جدا مهمة، أسئلة جدا مهمة وموضحة لأمور كثيرة، مهم أن نسلط الضوء عليها. برد أجاوب على أول سؤال وبدمجه مع ثاني سؤال. إلى متى وزارة الشباب ما قاعد، إذا فهمت السؤال؟ إيه؟ دورها شنو دورها بالضبط؟ يعني اذا هي مو مسؤوله عن الرياضه مثلا او انزين. انا بس عشان اوضح دور وزاره الشباب، وكذلك ابي ادمج السؤال الاول اذا تسمح لي اخوي بركات، اللي هو خبرات. اي اوكي. موضوع وزاره دور وشؤون الشباب، مرسوم انشائها حدد دورها بانها جهه استراتيجيه تنسيقيه غير تنفيذيه. مع ذلك احنا شفنا انه مستحيل ما ننزل بالميدان من اول يوم، لان شفنا لا بديل لذلك. نزلنا بكل قوتنا، بكل امكانياتنا، بكل طاقتنا، كنا احنا اصغر وزاره ترى على مستوى الشرق الاوسط. نعم. معدل العاملين فيها لا تتجاوز 27 سنه. فلما نتكلم عن وزاره الشباب نتكلم عن شباب فعلا يعملون 24 ساعه من الجنسين لخدمة الكويت. الوزارة اليوم ولله الحمد من خلال تأسيسها قدرت أن تقوم بدور جدا جبار، وأنا ما قاعد أقول هذا الكلام لأني لي الشرف أن أرأس الجهاز التنفيذي. أتمنى أن سويتوا استفتاء أم فيصل مثلا، استطلعتوا آراء الشباب، سوينا استفتاء، ومو بس سوينا استفتاء أخوي بركات، ياريت الكل يدش على موقع الوزارة ويشوف الأرقام كلها اللي جمعت من قبل المجتمع الشبابي. واللي أهم من ذلك يقدم ملاحظاته إذا شاف فجوات، وإذا شاف في تقصير متاح إنه يقدم ملاحظات بلا شك. وترى إيميلي موجود على الموقع. أو تردين على إيميلات أم فيصل؟ على طول شخصياً. ماكو إيميل ما يبعث يومياً أرد عليه. وين تلاقين وقت بين هالحوسة اللي حوالينك من مشاريع؟ كم مبادرة إلى الآن أنتوا أعطيتوا في وزارة الشباب؟ عندنا إلى الآن تقريباً 1600 مبادرة تم دعمها، سواء دعم مالي أو لوجستي أو إعلامي. بالإضافة إلى العديد من المشاريع والبرامج قدمت للمجتمع الشبابي، من أهم البرامج اللي عندنا برنامج أيادينا للدعم أو للعمل التطوعي، ولو توفير المساحة لتعزيز العمل التطوعي على مستوى دولة الكويت.
عندنا مشروع مباراتنا لتوفير مساحات ترويحية لشباب الكويت من خلال التعاون مع وزارة التربية وجمعيات التعاونية ملاعب كرة القدم. تقريبا وصلنا إلى 7 ملايين مستفيد إلى يومك هذا ما شاء الله. عندنا تقريبا يعني لو أقول لك الأرقام طبعا عمرك ما احنا خالصين، يعني أتمنى أن تزورون موقع الإلكتروني تشوفون إحصائياتنا. عندنا السياسة الوطنية للشباب الآن تم إعدادها أول سياسة وطنية على مستوى الدولة وعلى مستوى الخليج. فيصل سألني واحد اليوم قبل لا نجري هذا اللقاء قال لي أنت أعلنت في حسابك في تويتر أنه راح تكون اليوم الشيخ الزين عندكم ضيفة، قلت له نعم، قال أنا ما أبي أدز بتويتر، أنا بقول لك السؤال وأنت أقول لها. قال جميل المبادرات اللي يقدمها وزارة الشباب والأجمل أنهم يعطونهم بعض الاهتمام، لكن هل يقتصر دور وزارة الشباب فقط في بداية الأمر ولا هناك متابعة من قبل وزارة الشباب لتحقيق ثمار هذه المبادرة؟ هل والله مثلا يلا حطينا لكم لعبة وخلاص، ولا مثلا أيادينا عمل تطوعي، ولا هناك متابعة مثلا لتنمية وصقل شباب أو جيل كامل؟ حلو. طبعا عندنا احنا نؤمن بموضوع اللايف سايكل ابروتش، ان الشاب يدش مثل المصنع. الشاب يدش يتم الاستثمار فيه، يمشي بالمراحل كلها ويطلع، ويتم بعدين تقديم هذا الشاب بجميع مكوناته إلى الجهات ذات الصلة على أساس يتم الاستثمار فيه بطرق أخرى. فعندنا مثلا من المبادرات اللي تم دعمها 29 من هذه المبادرات عفوا أصبحت شركات. شلون أصبحت شركات؟ تم دعمها من قبل صندوق المشاريع الصغيرة والمتوسطة مثلاً. هذا اللي طلعوا على لا يروحون يحاسبون هالمطاعم يا بنت الناس اللي قالوا. لا هذه أنتم متهمين. وهذه مو مطاعم. أنا ما لنا شغل بالمطاعم. بالمشاريع وهذه. إحنا ما لنا شغل بالمطاعم ولا لنا شغل ببعض الاتهامات اللي إحنا سمعناها وقرينا عنها، موضوع الكب كيكس وموضوع وزارة الكب كيكس. إحنا ما لنا شغل بهذه الأمور. إحنا المشاريع ندعمها، ونتمنى كذلك إخواني وأخواتي يزورون موقع إلكتروني ويشوفوا قائمة موجودة، قائمة جميع المبادرات اللي تم دعمها. تعرضونها. معروضة على الموقع. نعم. أسماء المبادرين واسم المشروع. ممتاز. ومستعدين نوفر لكم جميع المعلومات. إيه خلي جونا يسخن شوية بهالإيضاحات وهالأسئلة. خل نروح فاصل وبعد الفاصل بنرجع. دخلنا تونا ترى دخلنا الجو بعد نص وقت دخلنا الجو. روح فاصل ورد لنا مرة ثانية. حياكم الله مشاهدينا الكرام بعد هذا الفاصل، ولازلنا مع ضيوفنا وضيوف الكرت وصلوا اليوم، وضيفتنا الشيخة زين الصباح وكيل وزارة الشباب، حياك الله مرة ثانية، وحيا الله ضيوفنا أيضا الأستاذ محمد حسيني مدير تحرير جريدة الأنباء، حياك الله، وأيضا أحد الشباب عمر القصاص، حياك الله، الله يحييك، خريج قسم إعلام جامعة الكويت، وطبعا معنا أنت خلاص أنت صرت علامة من علامات البرنامج، عبد المطلب أيضا نذر، حياك الله يا أهلا وسهلا فيك. طبعا فيصل أنت قدامك الحين على الطاولة كروت، صحيح، تسحبين كرت اسم واحد من ضيوف الكرت موجود، هو راح يوجه لك سؤال، كي. عندك حق تستخدمينها مرة واحدة، إذا ما عجبك السؤال وحسيت السؤال فيه شيء أنت تعكسين المسألة وتوجهي له السؤال، واضح؟ واضح. سحبي. بسم الله. عبد المطلب. أوه. عبد المطلب. بديت وياك. يلا. طلع اسمك يا عبد المطلب. طلع اسمك. اسأل. شيخ حسين مقابلتك مع أوبرا كانت مقابلة جدا جميلة، ويعني صار لها صدى وايد كبير، خاصة أن بينت جانب وايد حلو من ديرتنا. أنا بغيت أبخر طبعا، المفروض الواحد يبخر الديرة ويبخرش عقب المقابلة هذه. بس السؤال اللي يقول لو اليوم أردتش بهالوقت مرة ثانية عن نفس المقابلة، شنو الجوانب اللي راح تضيفينها بهالمقابلة اللي ما بداتش وما كان بوقتها موجود؟ دخول المرأة إلى المجلس. كونش كررتي وايد أنا ما دخول المرأة إلى المجلس الحق السياسي طبعا، ولكن ولكن أتمنى أن المرأة نشوفها بأرقام أعلى جدا من اللي موجود الآن. طبعا إحنا أول ما دخلنا المجلس شفنا أرقام جميلة، صح، نتمنى أن نرجع الأرقام. الحلو بالوقت مقابلتك سألت أوبرا قالت من ودي يعيش في الكويت، الكل رفع يده، الكل فعلا الكل تمام. ممتاز. هذا السؤال الأول. عندك بعض الكروت، إذا في تعقيب ترى بحق لكم محمد عمر، يحق لكم تدخلون في نقاش، هو دردشة في النهاية. سحب أي كرت ثاني الأخ عمر. عمر القصاص ترى عمر خاش أسئلة. أول شيء مساك الله بالخير أم فيصل. الله بالخير يا هلا. سؤال يمكن إحنا نشوفه وايد بالسوشيال ميديا، الناس تسأله
للأسف غالب اللي يسألونه ترى ما عاشوا ويا الوزارة ولا شاركوا فعالياتها ولا شيء، لكن ودنا نوضح حق المشاهد هذه النقطة. دائما نسمع أن المبادرات محتكرة على أسماء معينة والتوزيع اللي فيها والأمور هذه، هم ترى ما يدرون أن في لجنة وفي شروط معينة عشان تجتاز كل هذا وتأخذ المبادرة، فهم يعتقدون أن الموضوع مثل ما قلت لك محتكر. وقبل شوي سمعناكم وانتوا تتكلمون عن أسئلة البعض بالسوشيال ميديا، والأخ زميل محمد جوهر حياة سأل وقال هل الناس يعني بعض الأمور محتكرة على أسماء بعيدا عن الخبرات ولا لا؟ أنا ما ألوم الناس لما يسألون هذا السؤال، أو عفوا لما يعتقدون هذه الأمور. يعني أنا أتمنى الجميع قبل لا يتهم بهذا الشيء يبحث. إحنا الآن كل المعلومات متواجدة بكف اليد، ممكن يدش على موقعنا الإلكتروني، موجودة قائمة أسماء جميع المبادرين تم دعمها من ما بدينا المبادرات. أسماء المبادر أو اسم عفوا المبادر، اسم مشروعه، وكذلك الكونتاكت انفورميشن التابع له، لأن نبي ندعم هالمبادرين. آلية الدعم اللي موجودة، لائحة، هي لائحة تم إعدادها من قبل شباب الوزارة بالتنسيق مع المجتمع الشبابي، فإحنا بنينا اللائحة بناء على متطلبات الشباب. غير أن إحنا النظام الداخلي اللي لله الحمد تم اعتماده مبني على الشفافية والمصداقية والمسؤولية، ونتمنى من الجميع اللي عنده شك أنا موجودة 24 ساعة يطرش لي إيميل ويسألني وأنا مستعدة أجاوب، لا مو بس مستعدة أجاوب، أيكم بالمكان اللي أنتوا فيه بعقر داركم بالديوانية أشرح لكم إذا تبون وأتشرف. فيصل بس عشان ناخذ الوقت، في كروت عديدة بعدك أخوي محمد. محمد حسين. قاعد يجيب صحيح. ممتاز. زين. قاعد تعطين كل ذي حق حقه. لا وتيمنا بالخير بعد. طبعا مساء الخير أم فيصل. أنا بحب أقول وكيلة وزارة الدولة لشؤون الشباب، مش وكيل الوزارة، لأنه نحن في حضرة وكيلة، يعني ما في أي مشكلة لا لغوية ولا كلها واصل. لا وكيلة، وبما أنه يعني هي طبعا داعمة لحقوق المرأة وبالعكس من الوجوه المشرفة للمرأة الكويتية والعربية أيضا. أنا عندي سؤال عن السينما، شوي نطلع من موضوع الوزارة. عندك تجربة مع مهرجان كان معروفة، رفع علم الكويت في مهرجان كان اللي هو أحد أهم المهرجانات العالمية، كمان حابين نسمع شوي عنها. وأيضا نحن برمضان يمكن بالكويت بتذكروا أنه معالي الوزير سنعوسي كان أنتج فيلم الرسالة، أيضا السيدة زين أنتجت الطريق إلى مكة على خطأ بن بطوطة، أيضا الفيلم يعني أسرار ومواقف جميلة جدا، لأنه واجهتكم صعوبات خاصة أنه في كان مشاركة من بعض الأخوة المسيحيين بالموضوع، فكان عملية الانتقال إلى مكة فيها إجراءات. حابب يعني نحكي عن الموضوع شوي. نعم. طبعا الموضوع كان موضوع لله الحمد قدرنا من خلاله أن نرفع مثل ما تفضلت اسم وعلم دولة الكويت بهذه المساحة العالمية. كان فيلم أمريكا. من خلال فيلم مشاركتنا بفيلم أمريكا اللي هو الفيلم سلط الضوء على القضية الفلسطينية، وخصوصا بالأوضاع السياسية الآنية اليوم، مثل هذه الأفلام توفر البديل الإيجابي لهذه القضية. وأعتقد اختير ضمن أفضل 100 فيلم عربي. صحيح. فتم إنتاجه بالتعاون مع إخواني وخواتي المهتمين بهذه القضية، وكان لي الشرف أني يعني أرفع اسم الكويت ولأول مرة بمهرجان كان السينمائي من كم سنة قبل دخولي إلى الوزارة. بالنسبة للرحلة إلى مكة، هذا الفيلم تم بتضافر جهود العديد. هذا أنا بالنسبة لي يعني هذا الفيلم خذ تقريبا 5 سنوات تجهيز إلى ما وصلنا إلى كاميرا التصوير. صورنا بالمغرب وبعد ذلك بالمملكة العربية السعودية. تم من خلال إشراك مصورين أجانب، تم تدريبهم على تقنية الآي ماكس اللي هي بحد ذاتها تقنية جدا جميلة. لكن مهم أن نذكر أن
دخولنا إلى يعني إلى مكة كان طبعا مستحيل مع الإخوان المسيحيين، لذلك تم تدريب إخواننا المسلمين على هذه التقنية. وأنا بالنسبة بحد ذات يعني هذا الموضوع اللي أفتخر فيه أكثر شيء، لأن قدرنا مو بس ننتج فيلم، صنعت لي كادر، نصنع طاقات إبداعية وأهلناهم من الصفر. لازال عندك طموحات سينمائية وما هي، ما حدها الأقصى؟ طبعا ما راح يعني طموحات هذه ما تنتهي، وبلا شك أني دائما أساسا حتى ترى يومياتي كلها وتقييمي للأمور كلها أنظر لها بعدسة سينمائية. راح نشوف ترشيح كويتي بالأوسكار قريبا يعني إن شاء الله. ما لاحظت ترى تكون سعيدة إن شاء الله. تكون سعيدة تسوي الأفلام والسعادة صح. هذا الشيء اللي تحبه، الشغف اللي هي تبيه يمكن أكثر، تبيه يمكن أكثر، عشان كذي لا تسألونها على الوزارة، تسألونها على أبو مشاهدة كرام. نروح طبعا إلى فاصل، وبعد الفاصل راجعين إن شاء الله في خصوصية أكثر، وخليك مستعدة. الله يستر. طبعا احنا في هذه الفقره فيصل، واقول حق ساهل المشاهدين ترى هي فقره من قلبك، شيء ما تدري عنه، انطلع اما صوره اما فيديو اما 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 شيء بس نفاجئ فيه ضيف. فابيك تشوفين هالفيديو اللي بعرضه الحين، وابيك تعلقين عليه وانتبهي لهالفيديو. خلينا نشوف. تخاذلنا تخاذلنا عدم اهتمامنا. الوثير حط حزام الأمانجة. شفنا كثير من الأجانب والعرب وبعض الكويتيين اللي كانوا يشتغلون برا، قلدوا أوسمة تحرير الكويت، ولا واحد فينا خذها. أنا يوم عملت آسف كلنا يوم عملنا انت تردني بذكريات وهذه مؤلمة. رحمة الله عليه. الله يسلمك. الله يحفظك. هذا الوالد رحمة الله عليه عدل. صحيح. شنو يشكل هذا الشخص في حياتك انتي؟ وترى عادي أنا يعني أخذي راحتك بالحديث. يعني كل شيء. فقدتي. أكيد بلا شك ال ال الكلمة الساحرة. البسمة الدافئة، الجرأة بالحديث، الحق، النجمة اللامعة، الحق، الجرأة، المقاوم، المكافح، المهندس، المبدع، المخترع، الصديق، المحارب، الصادق. أظنتي هذا الشيء مو بس اللي أنا أقوله، ولله الحمد اللي عرفه يعرفه. توقعتي بجيب لك هالمقطع؟ لا. عوض أحد غيابه؟ أكيد لا. أقول ألو؟ أحول تفضل. تفضل. أقول ألو؟ أهلا فيك، شونك؟ ساك الله بالخير. هلا أخوي. دمعتها على طريف. ترى دمعتها على طريف يا أبو فيصل. الله يطول عمرك بركات. هلا يسلم عمرك أخوي فهد طبعا. أنت من وين طلعك؟ هذا الأخ العزيز الأستاذ فهد بودي طبعا، زوج شيخ الزين الصباح، أبو فيصل شريك الدرب، المشجع الدائم،
للشيخ الزين، قولي له مساك الله بالخير، من وين طلعوه؟ الله بالخير، اي والله من وين؟ لانه مسافر مو بالكويت. مساك الله بالخير هلا حبيبتي وفاقدينك من زمان ومشتاقين. الله يحفظك. طول عمرك، مشكور دكتور، وبارك لكم بشهر الفضيل، وعسى الله يعود علينا وعليكم. امين يا رب. امين امين. وامرني امرني امرني. ما امر عليك انت رفيقة الدرب. رفيقة الدرب ها؟ اي نعم اي نعم. انا حبيت اعمل لها مفاجأة بما انك خارج البلاد. اعمل لها مفاجأة في هذه الحلقة واخليك تقول لها كل عام وانت بخير على الهواء. وخصوصا بعد متى؟ وانت بخير. بعد ما شافت هذا المتى لاحظت بغت تبكي ترى، او بكت بمعنى اصح. عطني بعض انطباعاتك او ترى احنا اسره في النهايه حتى مع هالبرنامج. الله يسلمك الله يسلمك. زين شهادتي فيها طبعا مجروحه، ويعني غير ان زوجتي ورفيق دربي هي يعني قلبي اللي ينبض، وهي اللي يعني احنا يمكن اكثر ناس اصدقاء اكثر من بس زوج. ف يعني الدرب اللي انا شقيت طريقي فيه هي لعبت دور كبير فيه، وان شاء الله نكون احنا داعمين لها في دربها. ام فيصل الزين هي بنت الله يرحمها الشيخ صباح ناصر للسعود، ووالدتها الله يطول عمرها الشيخه شيخه صباح السالم. ونعم. تربت في اسره يعني لها حب وطني وعشق وطني لا مثيل له، شفته في عيني. عمها الله يرحمه الشيخ سعود الناصر ومليون نعم رحمة نعم. الله عليه. وجدها ناصر السعود الله يرحمه، وجدها الشيخ الله سالم أمير دولة الكويت، غرسوا في هاجسها أن الكويت أهم من أي شيء، وأنا سامعها بعيني وسامعها بأذوني وشفتها بعيني. طول عمرها عمتي كلها دائما تقول لها ان اهم من عيالك، اهم من زوجك، اهم من اهم من اخوانك هو الكويت. والزين صدق تحط الكويت وخدمه الكويت في اهم يعني في اهم شيء عندها هو هذا الشيء. يعني شنو خذت يعني هي شوف خذت منهم ان طبعا ابي شنو خذت من والدها؟ انت مساعده انت شو تحس انها اخذت من والدها؟ شوف غزو الكويت كان في مرحله مهمه في حياتنا كلنا، وبالاحرى ام فيصل يعني كانت تدرس اخر سنه ثانويه، واشتغلت كانت في لندن واشتغلت مع السفارة هني والإعلام هني لخدمة من ناحية خبرتها الإعلامية عن 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 الكويت. نعم. والدها ووالدتها كانوا موجودين بالكويت، ولم وكانوا من أهم الأشخاص المطلوبين من في ذاك اليوم كونهم من الأسرة الحاكمة، وكان نعم. الله يرحمه العم من أحد رؤساء المقاومة أو أحد الفرق المقاومة اللي هناك، وكانوا يعني بينوا فيها في وقتها وأن الكويت أهم، وعمتي هم حاولوا يطلعونها كذا مرة من الكويت، لا كانت تبي تكون يم زوجها الكويت وعيالهم كلهم برا وصغار العيال. لذلك هذه هي البداية كانت أنا اللي شفتها. وبعد ذلك ما حصل ما بعد ذلك والفترات من والدها إن شلون كان يخدم ويشوف يهندس حلول لأمور كانت كبيرة بالكويت. نعم. على سبيل المثال حتى الله يرحمه قبل الله يتوفى بفترة قليلة في موضوع فزعة الإسكاني اللي تكلم عنه، وكثير من الحلول اللي كان وعندنا يعني يمكن هي اللي ورثتها من أبوها، أخذت جميع هذه الأفكار ودورتهم عندها. وهذه الأفكار وخدمة الكويت وتطور الكويت هو شيء أهم أهم شيء. بعد أم فيصل يمكن أحد الأشياء اللي تميزها يعني هي تعطي 200% في الشيء إذا بتسويه، متقنة دائما في عملها. ها أي بالضبط. أي. متقنة بالضبط. Perfection. عسى الله لا يفرقكم. عسى الله لا يفرقكم فيصل. احنا نقول لك كل عام وانت بخير، ومشكور على مداخلتك هذه معانا،
وعسى الله يعني لا يفرقكم عن بعض، اللهم امين ويخلي لكم عافيه. حياك الله، واحنا نتشرف وموفقين وقواكم الله، يعطيك العافيه. طول عمرك، شاكر لك، شكرا لك، كل الشكر استاذ فهد بودي على هذه المداخله. فيصل ايش رايك بالمفاجاه؟ الله يسامحكم، الله يسامحكم. ليش 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 ما سوينا شيء غلط؟ والله العظيم اخوي بركات ما يعني ال 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 يعني الله يرحمه الوالد، وبعدين فجأة أبو فيصل ما أعطيتني مجال. ما أعطيت مجال أبدا، طمتنا أبدا مولية. فيصل احنا سعداء جدا في هذا اللقاء، يعني هو يعتبر من اللقاءات اللي أنت يعني تحرصين على أنك تظهري فيه بصورة واضحة، ويسعدني أن هذا ثاني لقاء لك مثل ما أنت تفضلتي قبل شوية، ونتمنى لك التوفيق في حياتك العملية إن شاء الله، وأن ترى حملك كبير، شباب الكويت هم مسؤوليتك. صحيح. كوكيل الوزارة. صحيح. وعسى الله يوفقك ويقدرك على الزين. لكن في نقطة مهمة. تفضلي. اليوم مو زين الصباح بس اللي مطلوب منها. بردانة العمل. بموت من البرد. لكن مو بس زين الصباح. نعم. المسؤولية مسؤولية دولة. دولة صح. ومشتركة المسؤولية. مشتركة كذلك. حتى من أبناء الدولة. وكذلك اليوم زين الصباح في وقت راحي وراح تسلم الأمانة للشباب. صحيح. اللي راح يصونونها. من بعدها ان شاء الله كلكم قدها ان شاء الله. يعطيكم العافيه. شباب الكويت دائما يتحدون ودائما قد المسؤوليه، ونرفع لهم العقال في كل وقت، لان بكل محفل ينحطون فيه شباب الكويت يثبتون جدارتهم. شكرا لوكيل وزاره الدوله لشؤون الشباب الشيخ زين الصباح على هذه المقابله وعلى وجودك معنا. شكرا، يعطيك الف عافيه. جواك الله. شكرا لكم اعزائي المشاهدين لمتابعتكم هذه الحلقه، نشوفكم على خير وسحور ان شاء الله طيب، ومع الف سلامه.